السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي يكون فيديو تعاوني بيني وبين الاخت والصديقة كويزين حنان اللي غادي تقدم لنا حتى هي مسمن بطريقة مغايرة. انا غادي نقدم لكم مسمن بالخضر والكفتة اللي كيجي لذيذ بزاف وكيجي رطب كيف غادي تشوفوا معايا. غادي نقسم لكم وحدة كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال اعجابكم. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد وكذلك تزوروا قناه كويزين حنان وتتعرفوا عليها اكثر. ونخليكم مع الوصفه اللي غادي تقدم لكم حنان. غادي نبداو على بركه الله. غادي نحتاجو ان شاء الله في هاد العجينه عندي جوج زلافات ديال دقيق الفينو وزلافه ديال الدقيق العادي، واحد نص معلقه صغيره ديال خميره الخبز او خميره فوريه، معلقه صغيره ديال الملحه او على حسب الذوق، والماء دافي باش غادي نعجن هاد العجينه. غادي نبداو على بركه الله. ناخذ الاناء فاش غادي نعجن، ممكن تعجنوها غير بايديكم، ولكن سر النجاح ديال المسمن هو انه او الملوي او اي حاجه هو انه يدلك مزيان. كندير دقيق الفينو اكثر من الدقيق العادي. غادي ندير الملحه، واحد نص معلقه صغيره ديال خميره الخبز، صافي. غادي نعجن بالماء دافي، غادي نضيف الماء دافي، صافي. العجينه ديالي ها هي تعجنات كيف كتشوفوا، ما كتكونش عاصحه بزاف وما تكونش مرخوفه بزاف. دابا غادي نبدا نشكل العجينه ديالي كرات صغار او على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما. كندهن ايدي بشويه ديال الزيت والبلاصه اللي غادي ندير فيها. من بعد ما كنكمل العجينه كامله كنغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق تقريبا باش تجينا سهله في التكراس. دابا غادي ندوزو للحشوه ديال هذا المسمن اللي غادي نحتاج فيها بصله مشلضه، عندي هنا طرونش فرماج ديال الساندويتشات، زيتون مقطع دوائر، شويه ديال القزبر ومعدنوس، ربعه ديال الكفته، التوابل غادي نحتاج فيهم التحميره، الابزار، خرقوم بلدي، سكنجبير، غادي نحتاج زيت الزيتون والملحه. اما بالنسبه للخضر غادي نحتاج قرعه خضراء محكوكه وخيزو محكوك. دابا ندوزو نحضروا هاد الحشوه هذه. دابا هنا خديت المعلقه اللي غادي ندير فيها الحشوه، غادي ندير فيها زيت الزيتون تقريبا واحد 3 المعالق كبار، غادي نزيد بصله قطعت طريفات صغار، كنزيد عليها الملحه، الملحه على حسب الضوء، هذا نزيد الكفته، هذا نزيد توابل نسبة مية كرت تحميره، تقريبا واحد معلقة صغيرة ديال التحميرة، الإبزار، خرقوم بلدي، سكنجبير، واخا ماما
غادي نزيد الخضر اللي سبق ليا ذكرت، وكنخلط مزيان. كنخليهم حتى كيطيبوا مزيان الخيزو والقرعه، ما كياخذوش الوقت كثير. دابا من بعد ما طابت الحشوه ديالنا كيف كتشوفوا، غادي نضيف عليها الزيتون والقزبر والمعدنوس. غادي نحرك غير شويه وغادي نطفي عليها، وكنخلي الحشوه ديالنا حتى كتبرد عاد باش كنبداو نعمروا المسمن ديالنا. صافي دابا من بعد ما الحشوه ديالنا بردات، ناخذ شي ديال الزيت ترشو وكنسرح العجينه ديالي. كنديرها رقيقه شويه، دابا غادي ندير الحشوه الوسط. غادي نشكلها، من الاحسن انكم تخليوها حتى كتبرد مزيان، انا دغيا زربت عليها. غنشكلها على شكل مربع كيف غادي تشوفوا معايا. غادي ناخذ فرماج طرونش، ممكن انكم ديروا غير نص وحده، انا غادي نديرها كامله بهذه الطريقه. صافي وكلويها بحال المسمن عادي. كندير شويه ديال الزيت، غادي نحطها في على جنب. غادي ناخذ مسمنه واحده اخرى وغادي نسرحها تكون رقيقه. دابا غادي ناخذ هذا اللي عمرت في الاول، كناخذ هذه الجهه اللي طويت عليها غادي نديرها هي لتحت. كيف قلت لكم خاصكم تخليوا الحشوه حتى تبرد باش ما تقطعش لكم العجينه. كم مره مره كندهن بالزيت، وغادي نخليها ترتاح. غادي نوجد معكم وحده اخرى. كنشكلها على شكل مربع، وغادي ناخذ جبن ديال الساندويتش غادي نطويه. مره مره كندهن بالزيت، نخليها على جنب، ندوز نوجد واحده اخرى. دابا غادي ناخذ مره اخرى العجينه اللي عمرتها، كناخذ الجهه اللي طويت عليها هي اللي تكون لتحت، صافي وغادي نخليها ترتاح على ما نكمل العجينه كامله، وندوز نقرص ونطيب. دابا من بعد ما كترتاح لينا العجينه غادي ناخذ حدا غادي نقرصها. شكل مربع، المقله درتها كتسخن
ورشيت فيها شويه ديال الزيت. غادي نحط السمنه ديالي صافي مره مره كنقلب فيها حتى كطيب من الجناب بجوع. صافي غادي نكمل المسمن ديالي كامل ونرجع معكم من بعد ما يطيب. صافي هذا هو المسمن ديالنا من بعد ما طاب، كيف كتشوفوا معايا كيجي زوين ورطب وكذلك المذاق ديالو كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، ونطلعوا ان شاء الله في وصفه جديده.